سيمبل تيست 1 كتاب المعاصر رابعة ابتدائي. الناس طلبت مني الفيديوهات ديت، والحقيقة رغم ان الواحد مش مظبط الدنيا معايا من دول، بس قلت اوكي هنحاول على قد ما نقدر نعمل امتحانات او سنابل البسيطة ديت. يا ريت الشير واللايك، فكك من الشير، اديني اللايك علشان خاطر الطالب اللي ورا اللي الفيديو يروح له. تمام، السيمبل تيست يعني امتحان صغير، تمام؟ مش مفيش كلمة محافظات هنا. امتحانات المحافظات مش ظاهرة قوي عشان الابتدائي الصغير قوي ده، لكن طبعا السنابل دي حلوة برضه. يلا بينا السيمبلز. انت طبعا هتسمع وبعد كده هنقوله ترو ولا فولس. انا عارفة ان اغلب اللي بيتفرج عليها اولياء امور، فيعني ركزوا معايا. I remember my first day of school. I was 6 years old. I was very nervous. I got on a blue jacket, shirt, a gray pants and black shoes. I carried my backpack. My dad drove me to school. I wasn't nervous. لا ده انا كنت nervous. False. I bought on a green t-shirt. لا ده blue t-shirt وgray shorts. يبقى false برضه. My shoes were black. shoes were black صح. بعد كده دي true. My dad drove me to school. true برضه. دروف هنا يعني وصلني المدرسة بالعربية. دروف يعني وصلني المدرسة بالإيه بالعربية. يلا بينا. سون غنى ماضي، سوام عام برضو ماضي، ديزرت صحراء كوت الماضي بتاع كاتش. We went to see grandma and granddad. They live by the sea. We not in the sea. We swam in the sea. أكيد هنعمل إيه في البحر؟ هنستحم. تعرف لو by the sea حاجة تانية، باي يعني بالجانب. Which was deep and blue اللي كان عميق، و blue ملون أبيض أزرق. We saw lots of fish and octopus too. شفنا سمك وشفنا أخطبوطات أيضا. The day wasn't long. اليوم ما كانش طويل. We felt happy وحسينا بالسعادة. Grandpa catch a fish. لا caught a fish، استكلم على الماضي كله. And sang a song وغنى إيه؟ أغنية. يلا بينا. السؤال اللي بعد كده على التوصيل بيقول لك ايه بقى. special special دي يعني خصوصي. special means ما احناش عارفين. بص بقى في الحالات اللي زي دي هتقرا كل دول، معلش يعني. special trash دي قمامة. لا moved on a rail. لا تمشي في جدول او في طابور. لا more bikes عربي دراجات كتير. لا than people يعني الدرجات اكتر الناس. لا I am on the water ان انا في الميه. لا having something that nobody else has الحصول على شيء يكون او الذي الذات هنا معنى الذي يعني ضمير وصل. nobody لا احد حصل عليه ايضا او اخر. لا احد اخر حصل عليه ذات nobody قلت هاز. طبعا دي نمبر 1. وي كان ريسايكل. ريسايكل يعني اعاده تدوير. تراش هنعمل اعاده تدوير للايه للقمامه. دي نمبر 2. وين اي ترافل باي ترين اما انا بسافر. ترافل دي يعني سافر. باي ترين بالقطر. اي موف اون ريل هي دي ريل اللي هي زي ريلوي ستيشن او اللي هي خط سكه حديد. دي نمبر 3. ان دنمارك في الدنمارك. دنمارك دي بتاعت الجبنة يا جماعة. there are بصوا يا جماعة there are دي يعني يوجد. I am on water. لا more bikes than people هي دي نمبر سي يبقى نمبر 4 يعني عربيات عجل اكتر من الناس. more bikes than people. tomorrow is my sister's Yara's birthday يعني tomorrow بكرة عيد ميلاد يارا. I want to give her a present انا عايز اجيب لها present but لكن I have no money بس انا معيش فلوس. She really wants a bike هي محتاجة بايك محتاجة عجلة. And then I remember وانا كمان افتكرت we have an old bike عندنا عجلة قديمة. وبعدين طبعا in the shed. shed ديت زي اللي هو القبو يعني.
I love recycling. أنا بحب إعادة التدوير. And I think I am a toy doctor. وأنا كنت دكتور لعب. I take the bike from the shed. أنا خدت العجلة من القبو and clean it ونظفتها. I remove the old metal وشلت الأجزاء المعدنية القديمة. This takes a lot of time. ده خد وقت because it's very old and brown. كانت قديمة ولونها براون يعني مصدية. I talk to my uncle. كلمت مع عمي and he gives me some special paint. يعني بعض ال paint special paint يعني طلاء مخصوص للإيه؟ للعجلة. To protect the bike عشان يحمي العجلة. Then I paint it لونتها pink اللي هو my sister's favorite color اللي هو لون أختي المفضل. My sister is so excited. وكانت أختي excited يعني متشوقة جدا. خد بالك excited دي بتيجي للبني آدمين. Exciting بتيجي للأشياء. تمام، دي نفس الصفة بمعنى متشوق. اللي بالصفحة. The text is about recycling all things. التكست النص بيتكلم عن إعادة تدوير الأشياء القديمة. The word excited. Excited دي يا جماعة يعني هابي يعني مبسوط. نفس المعنى. Is the same meaning. نفس same meaning يعني نفس المعنى as happy. نفس معنى كلمة happy سعيد يا سعيد. What present. ايه هي الهدية اللي does the writer want to give to his sister. An old bike. An old bike. كانت عجلة ايه قديمة. Why does the writer paint the bike pink. لونها ليه باللون البينك. It is his sister's يعني ده لون اخته. sister's لا لون بقى لسه لون اخته المفضل. عايزين مفضل favorite color لون اخته الايه المفضل. الترتيب ورتب لي رتب. بصوا بقى معايا. there بتاخد is يبقى there is احنا خدنا كده كل الحاجات ما عدا ذا نايل و افارم لاند. لا هنقوله افارم لاند يعني ارض مزرعه. نير ذا نايل. ذي هتاخد هاد يعني يتناول. هيتناول ايه الايس كريم. ايس كريم يعني تناولهم الايس كريم للتحلية. فور ديزرت يعني كانوا قاعدين مش عارفين يعملوا ايه حاجة حلوة ياكلوها. فالبت قالت لها ايه روح اشتري لنا ايس كريم وكلوه للتحلية. واي واي دي اداة استفهام عايزة فعل مساعد. از واي از ايجيبت سبيشال. ليه مصر سبيشال. ليه مصر مختلفة أو فيها إيه مختلف يعني؟ كلها مختلفة. مصر أجمل بلد في الدنيا أساسا. يلا بينا السؤال اللي بعد كده بيقول لك which W هنا سمول هنخليها كابيتال كبيرة كده وبغلة. which foods إيه هو الأطعمة اللي هي دي دريم إيت. طبعا ده سؤال يبقى آخر question mark. عايزك تتكلم على month of رمضان. يا خبر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فاست وهيلب. والله برجراف جامد. هنسيب مسافة كده ونقول the month of Ramadan is هنقول هو شهري المفضل. my favorite month of the year. يعني شهري أفضل شهر عندي في السنة. people الناس يعني عملوا الناس في رمضان fast. fast ده يعني صوم. fast in رمضان الناس بتصوم في رمضان. they pray also وكمان بيصلوا. more
than أكتر من any month أو the year، بيصلوا أكتر من أي شهر في السنة. الحقيقة انتوا مش عليكوا شهر رمضان، فهو الباراجراف ده انا استبعد ب100% ان هو يجي، بس طبعا يعني احنا بنحل امتحان it's okay. تمام، اللي بعده، اللي بعد كده بنقول بقى we have، واحنا عندنا كمان عيد الفطر. after رمضان عندنا عيد الفطر بعد ايه رمضان. I am excited in رمضان، انا بكون فرحان ومبسوط او متشوق in رمضان. and have new clothes، ويبقى عندي ملابس جديدة. داد، لا بلاش بابا اشتريها لي، لا خلاص كفاية كده. هنقول كفاية كده، ده كده الباراجراف اللي عن رمضان. طبعا ده اكتر من 18 كلمة. يلا بينا نشوف السيمبل تيست 2. سيمبل تيست 2، Egypt is famous for its history. We should be proud of our country. Our food is wonderful. Egyptians are hospitable people. 90% of Egypt is a desert, but we also have green lands. We should be proud of our country. احنا لازم نكون فخورين بوطننا، ده ترو طبعا. Egypt food is bad. اكل مصر وحش، بعدش وحش، ده انت الوحش، ده اكل مصر جميل. Egyptians المصريين are hospitable people، ده صحيح، ناس ودودين وناس الهوسبيتابل، ده اللي هو البني ادم اللي عنده كرم ضيافه. تمام، وكرم طابع برضو. We don't have green lands، احنا ما عندناش اراضي خضراء في مصر زي عم احنا في ليبيا، عندنا احلى اراضي خضراء. فولس، يلا بينا. ايه ده، معلش يا جماعه، قلت يلا بينا فتحت معايا. التوصيل، لا قبل التوصيل الكلمه المختلفه راحت فين. بيقول لك ايه، سبورتس يعني رياضات، ودينسر يعني راقص، وبرايزز يعني جوائز، وبلاير يعني لاعب. في مصر in Egypt we make a lot of movie، بنعمل أفلام كتير، and many are famous، وفي منها كتير مشهور. we have authors، وعندنا مؤلفين، who won important، اللي بيمتلكوا important prizes أكيد. we love and we love and of course we love لا احنا ما فيش الا prizes، مش كده important prizes، كاس اصل won يعني يكسب، يبقى prizes، كسب جوائز كتيرة. and of course، وطبعا of course طبعا أكيد أو أيضا. we love إيه، sports، anyone who loves الكاراتيه يبقى sports، وكمان احنا بنحب الرياضة، أي حد بيحب الكاراتيه صحيح. know that، كل الناس بتحب أي حد بيحب الكاراتيه عارف إن name of one very famous كاراتيه player، اكتر يعني واحد من اللعيبة الكاراتيه المشهورين اسمها فريال عبد العزيز. اللي بالصفحة مش تقلبش الصفحة، وصل يلا وصل. اللي بعد، traffic is lots، lots ده عايزة of، ما تمشيش كده. of course in one place، عربيات كتير في مكان واحد. plastic trash كان عايزة فعل في المصدر، كان دي بيجي عليها فعل في المصدر، كان فعل في مصدر مفيش الا هارم انيمالز، هي دي بتضر الحيوانات. you need a seat belt، عايز حزام seat belt اللي هو حزام الامان يا ولاد. in your car، في عربيتك، دي نمبر 3. I am very careful، انا حريص جدا. careful of او careful about او careful بيجي عليها فعل في المصدر، و careful to او careful لو جه بعدها when، يعني موجود careful to eat، انا حريص ان انا اكل، لا طبعا في الاكل يعني، لا انما ايه when I go online، لما انا
اروح الايه، ابقى على الاونلاين، بكون طبعا في غايه الحرص، لان انا مش بتكلم مع ناس انا اعرفهم او هم يعرفوني. تمام القطعه، ولو ان انتوا احنا اصحاب اونلاين اهو، بحبكم. My parents, بابايا ومامتي went to Amira's wedding party. راحوا لحفل زواج أميرة. They tried to go to the party. كانوا حاولوا يروحوا البارتي but they made a mistake. بس عملوا غلطة. The party was at big hotel. كانت البارتي في فندق كبير. They walked into the hotel ومشيوا جوه الهوتيل. They saw tables with nice cakes. وشافوا ترابيزات عليها كيكات حلوة وفواكه وسلطة وجلاسز وعصير. بص زي سات اند توك، بيتكلموا مع الناس، ليسن تو بيسمعوا المزيكا. ولما جت العروسة براين اند جروم، العروسة والعريس came into the room. Oh my parents، بابا وماما were surprised، كانوا متفاجئين لان ذا جروم وزنت امير، العريس ما كانش امير، هما جايين فرح امير. تمام، هما دخلوا فرح غلط، الرونج بارتي يعني. They were at the wrong wedding. كانوا في الحفل زفاف الخطأ. They went to the next room. راحوا للغرفة اللي جنبها. And they saw Amir and Najwa. شافوا أمير وإيه؟ ونجمة ونجوى. وعشان كده هم راحوا فرحين في one day، في يوم واحد. إيه اللي في الصفحة؟ نجوى is the bride. تمام؟ نجوى العروس. مفيش عروسة اسمها، مفيش عريس اسمه نجوى. جروم يعني عريس، فريند، صديق، تيتشر، مدرس. My parents البابا والماما were at the not wedding at first. كانوا في الفرح الخطأ الأول، wrong wedding. تمام، إنما رأيك صحيح، كويت، هادي ونويزي ضوضائي. Summarize the first paragraph of the text in one sentence. My parents والدي يعني went to the wrong wedding. بس يعني دخلوا الفرح الخطأ، مش هقول اكتر من كده، انا بلخصش كتير، احنا في سنة رابعة يا عم. How many weddings two؟ اتنين، هما راحوا اتنين، واحد صح وواحد غلط. عبد عزيز، ترتيب جميل والله، والله ترتيب جميل. لازم بس نثبت الورقة. يلا بينا. عبد عزيز أو عبد العزيز ايه فاعل؟ اسم فاعل. is a famous karate player. a famous، famous يعني مشهور. karate ايه؟ karate player، لاعب، لاعب كاراتيه مشهور. في العربي انت لما بتيجي تكتب اسم فيه اكتر من يعني اسماء متعددة، بتيجي لما تيجي الترجمة، الترجمة من اليمين للشمال، هي مكتوبة شمال يمين، الترجمة انت من شمال. لاعب كاراتيه مشهور. تمام. طبعا هنا وات، وات دي أداة استفهام عايزة فعل مساعد ار، عايزة فاعل يو. وات ار يو؟ طالما في ار يبقى الفعل لازم يكون في اي ان جي، دوينج، ماذا تفعلين يا دينا، وكوما، وبعد الكوما بتحط الاسم ايه؟ داليا، ده اسم البني ادم اللي انت بتيجي بتكلمها، حط كوشن مارك. الله معاك. يو انت نيد، تحتاج ايه ده؟ يو نيد، عايز لون اخضر عشان تعدي السلم. يو نيد جرين لايت، انت اللي محتاج لون اخضر. تو كروس ذا رود، عشان تعدي الطريق. البانكيتويشن، التي بتاع الذكار، التي كابتن. is too old، العربية قديمة جدا، حطه في الاستوب. قال لك عيد الفطر، يعني بص خلصنا من رمضان دخلنا على عيد الفطر، كل سنة وانتم طيبين. when is عيد الفطر؟ هنجاوب أول سؤال، عيد الفطر is after، يكون بعد رمضان، بعد شهر رمضان. رمضان month. we buy، احنا بنشتروا. new clothes، ملابس جديدة.
and get out ونخرج for picnics عشان نتنزه أو للنزهة. We visit وبنزور grandma and granddad. We visit grandma بنزور تيتا. هنعمل ايه في رمضان ده؟ رايح نروح نزور تيتا ونعمل مشكلة نكسر تلفزيون ونيجي. We visit grandma. We eat وبناكل ايه في رمضان؟ كهك. and بيتي فور وغريبة وبسكويتس وكمان بسكويتس البسكوت. we play and have fun. عايزة انهي الباراجراف اقول I am excited. بالباراجراف ما تختصرش. I am excited. أنا متشوق بس خلاص أو فرحان. يعني واحد في العيد هيعمل إيه يعني؟ كده شايفين؟ يلا بينا. 3 اسمع يقول لك إيه بقى؟ Last week I had some homework about chameleons. I logged into a library website and created password. I found a lot of information. I worked with my friend. Our teacher loved our presentation. Last year. Last year. السنة اللي ده كان last week يعني. No. False. من غير كلام ما تتكلمش كتير. رغم ان الجملة التانية I had some homework. كنت عندي work. The homework was about chameleon. True. الواجب كان على الكاميليون. I created a password to log into a library website. كنت عملت كلمة library website ما جاتش. هو هي جت ايه؟ ماشي. لا true صح جت. لا اخر حاجه our teacher didn't love our presentation. المدرس ما حبش البرزنتيشن. لا ده المدرس حب البرزنتيشن جدا وشكرنا شكرا جزيلا. الكلمه اللي هي التكست دي باك 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 اللي هي شنطه الظهر children وكايند وبطن بطن يعني ارتدي وكايند يعني عطوف. I was nervous at my first day of school. انا كنت متعصب جدا او متوتر بسبب اول يوم مدرسه. I not a blue. I باتكون. انا ارتديت a blue t-shirt and gray pants. التيشيرت لونه ازرق وبنطلون لونه gray. I carried my backpack. انا حملت الباك باك. وبعدين I walked to school with my mom. مشيت مع امي at the school gate على بوابة المدرسة. I wanted to cry. كنت عايزة اعيط. The teacher asked me. التيشيرت سألني to sit next to a boy and called عمر. التيتشر قال طلب مني ان اقعد جنب عيل اسمه عمر. The teacher was very kind. التيتشر كان عطوف. خلاص انا كده. اللي بعده بيقول لك what do we eat. ماذا ناكل. ده عايز علامه استفهام عشان ده سؤال كامل. قالت ايه ده الفطر. ايه ده. The shoes are التيشيرت ار. دي صفه عايزه صفه او اسم. اللي بعدها على طول ان دي يعني يكون. مفيش الا تو بيج. مفي كانت الشوزه كبيره جدا مش كبيره لدرجه مش هقدر البسها. وي سانج ا لوت اوف سينجز او لوتس اوف سينجز. اه لوتس اوف سينجز. غنينا اغاني كتيره. دونت شير يور بيرسونال انفورميشن. الجمله دي احفظها. لا تتشارك معلوماتك الشخصيه اونلاين. Don't share your personal information online. ما تديش المعلومات الشخصية اللي تخصك في الايه؟ القطعة. Let's read. We use gold and silver in cell phones. احنا بنستخدم الذهب والفضة في التليفونات الموبايلات. Because they are excellent. Excellent يعني ممتاز. For conducting electricity. جاي يعني في عدم التوصيل. جاي في توصيل الكهرباء. Our metals المعادن اللي بتاعتنا. You can find other المعادن الأخرى اللي أنت ممكن تلاقيها which are less expensive وأقل في السعر. Are copper. copper يعني النحاس and aluminium والألومنيوم. All these metals help the different parts of the cell phone. دول بيساعدوا الأجزاء التانية من التليفون to connect and function well.
يتواصل ويؤدي وظائفه بشكل جيد. We also use rare earth metals اللي هي المعادن النادرة in cell phones في التليفونات بتاعتنا. You can find them all over the world. انت تلاقيهم في اي مكان في الارض، all over في انحاء العالم، deep in the ground في اعماق الارض. They are called rare earth. rare earth يعني rare نادر، و earth ارض. ليه بتسموهم الاسم ده؟ because you don't find them in a pure form. انت مش بتلاقيهم بال pure form يعني الشكل النقي، يعني مش بتلاقيهم بالشكل اللي انت ايه بتشوفهم عليه، بيتعرضوا لعمليات تكرير كتيرة لحد ما ياخدوا الشكل النقي بتاعهم. اقلب الصفحة. طبعا انا كنت متخيلة ان القطعة خلصت، ولكن لقيت لها ديل، فربنا ايه يصبرني. They are mixed with other metals. هما كانوا متميكسد يعني مخلوطين بمعادن اخرى. Rare earth metals المعادن النادرة are very important مهمين جدا to the cell phone too. مهمين جدا للتليفون. They make the cell phone light up and vibrate. يعني بيخلوه خفيف وvibrate، ويقدر انه يعمل الفايبريشن يعني اللي هو الاهتزاز. They give life to the cell phone. بيعطوا الحياة للتليفون. The text النص بشكل مباشر بيتكلم mainly بشكل رئيسي بيتكلم على الميتال used in cell phones، المعادن اللي بتستخدم في صناعة التليفون. Gold and silver الذهب والفضة are not for conduct are excellent مهمين ممتازين جدا في conducting electricity التوصيل الجيد للكهرباء. Summarize the second paragraph in one sentence. لخص البراجراف الثاني في one sentence. هكتب بين قوسين كده ولا عاد. Rare earth metal التليفونات اللي قصدي المعادن الأرضية النادرة metals give بيعطوا life حياة to our cell phone بيعطوا الحياة لتليفوناتنا. والنبي جملة تحسها معبرة كده. Where can we find rare earth؟ هنلاقوا فين ال rare earth؟ احنا مالنا ما علينا عشان الراجل ما يزعلش برضه افتكرنا مش. طب تعالى ندور على ال ندورش in deep of the ground of the earth. الاثنين صح. deep of the earth في اعماق الارض. هو الراجل اللي كاتب لك كده في القطعة، ما نجيبش حاجة من عندي. رتب يا رب بس تكون واضحة. ماشي الترتيب. The room الغرفة مالها بقى is too small الغرفة صغيرة جدا. People الناس بتحب like a climate temperature. climate temperature اللي هي درجة الحرارة المعتدلة او climate temperate. what can things الاشياء ازاي الاشياء او ايه الاشياء اللي ممكن what things بقى what things can help ايه هي الاشياء اللي ممكن تساعد ال can help the environment ايه هي الاشياء اللي ممكن تساعد البيئة. البنكتويشن يا رب تكونوا شايفين. طبعا الاي اللي انت شايفها سمول دي هنخليها لك كابيتال. it was a day to remember كان يوم للذكرى. كويس لا كويس شمارك ايه ده فول ستوب ده جملة عادية بدأ بيت.
السؤال هنا بيتكلم على how we can help the environment at home، ازاي ان احنا نساعد البيئة في البيت. والله باراجراف حلو برضه وتافه كده. بصوا يا جماعة، هنشيل how ونحط الجملة دي we can help، هنقدر نساعد the environment البيئة. at home في البيت، وما اسكتش دي كده الجملة ما كملتش، حط كومة. ممكن تقول as او ممكن تقول when، عندما we switch off light، نقفل اللايت lights when we get out، لما نخرج يعني. احنا ما نخرجش ونسيب النور قايل، سيبوه قايد ليه؟ عشان الحرامي ما يعرفش ان انتوا، بيبقى مراقبكم وعارف ان انتوا مشيتوا. لما نخرج. وايه كمان؟ وي شود، طالما في ريسايكل يبقى شود. احنا ينبغي ريسايكل، نعمل ريسايكل يعني اعاده تدوير جاربيج. وي شود، احنا كمان ينبغي ان احنا نزرع بلانت ميني بلانتس او ميني جرين بلانتس، نباتات خضراء. as it او as they، على اساس ان هم اللي هم النباتات يعني، give us، بيدونا اكسجين. انا بشتغل الساعة 7 الصبح وفي عربيات، طب اروح فين يا جدعان؟ سامحوني على الصوت. عايزة انهي الباراجراف. we have to help our environment، لازم نساعد البيئة بتاعتنا. نساعدها في ايه؟ هقول لك اهو، to be cleaner، عشان تكون اكثر نظافة او انضف. انت كده شايف يا طالب؟ يا رب تكونوا شايفين. شايفين والله يا مس، متشكرين. ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.